السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. میں آپ لوگوں کے سامنے سورہ والضحا پیش کرنے جا رہا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضحا واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى وأما السائل فلا تنحر وأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنحر وأما بنعمة ربك فحدث. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.